السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في الحصة الرابعة من تعلم تجويد صورة المعارج. إن شاء الله سنكملها في هذه الحصة. توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 31 في الحصة الثالثة. إذن لنكمل. أول شيء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الانتباه لمخارج الحروف، لقد شرحتها في الدروس السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن كما عودتكم سأشرح لكم القواعد وكيف نقرأ الكلمات يعني بالقواعد، وفي الأخير سأرتل لكم يعني كما عودتكم. إذن لنبدأ. والذين، يعني دائما انتبه لمخرج حرف الذال، لا نقول والذين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. في هذه الآية لدينا في ثلاثة مواضع لدينا قاعدة الإظهار الشفوي، يعني الذي وتابع لأحكام الميم الساكنة. هنا ميم ساكنة، يعني كلمة تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بحرف ليس بحرف الباء ولا بحرف الميم، إذن إظهار شفوي هنا وهنا وهنا كذلك. يعني بالنسبة للإظهار الشفوي هنا نقول هم لأماناتهم، لا نقول هم لأماناتهم، بل هم لأماناتهم، وكذلك هنا لأماناتهم وعهدهم راعون. وعهدهم راعون، الراء هنا نفخمها، ومد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. والذين هم بشهادتهم قائمون. وهنا لدينا إخفاء شفوي، لدينا ميم تنتهي، يعني هم تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة تبدأ بحرف الباء، يعني إخفاء شفوي. نقول هم بشهادتهم، هم يعني مع تطابق الشفاه وغنى مقدرة وحركتان، هم بشهادتهم. هنا كلمة بشهادتهم تنتهي بميم ساكنة بعدها كلمة تبدأ بحرف القاف، فهو ليس بحرف الباء ولا بحرف الميم، إذن إظهار شفوي مع مد هنا ست حركات للمد المشبع المتصل، ومد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. إذن أقول والذين هم بشهادتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين، انتبه المخرج حرف الذال، والذين هم على، هنا كذلك إظهار شفوي، هم على صلاتهم يحافظون، كذلك هنا إظهار شفوي، صلاتهم يحافظون مع تفخيم حرف اللام هنا لأنه قبله حرف الصاد. نقول صلاة ولا نقول صلاة، صلاتهم مع هنا قلنا إظهار شفوي، صلاتهم يحافظون، انتباه المخرج حرف الضاد ومد حركة أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. أولئك في جنات مكرمون. أولئك، هنا هذا الواو لا ينطق، لا نقول أولئك بل أولئك، وأمدد ست حركات هنا للمد المشبع المتصل. أولئك في جنات، هنا النون مشددة حركتان بغنة، في جنات، هنا تي م، كأنني أنطق يعني الكسرة الأولى وأمر للميم مشددة ب يعني إدغام يعني حركة، لأن لدينا التنوين وبعده حرف من حروف إدغام بغنة. أقول في جنات مكرمون مع الراء مفخمة ومد عارض للسكون، هنا نمدد حركة أو أربعة أو ست حركات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كثروا، الراء مفخمة، هنا لا نقول كفروا، كفروا الفاء من حروف مستفيلة مرقق، إذن أقول كفروا ولا نقول كفروا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
مع مد هنا مد عارض للسكون يعني حركة أو 4 و6 حركات. عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني هنا عزين نمدد حركة أو 4 و6 للمد العارض للسكون. عزين يعني تعني جماعات متفرقين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أيطمع الطاء نقلقل وقلقل صغرى، كل امرئ رأى هنا مكسورة نرققها، لدينا التنوين وبعده حرف من حروف الإدغام بغنة وهو حرف الميم. إذن أقول كل امرئ منهم، كل امرئ منهم، هنا النون ساكنة بعدها حرف الهاء من حروف إظهار، إذن نظهر النون. منهم هنا المدسلة الكبرى نمدد 6 حركات. كل امرئ منهم أن يدخل، هنا نون ساكنة بعدها حرف الياء من حروف الإدغام بغنة، نقول أن يدخل مع قلقلة الدال قلقلة صغرى. جنة النون مشددة حركتان بغنة والجيم ننطقه بالشدة. جنة نعيم مع مد حركتان أو 4 و6 للمد العارض للسكون. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، نون هنا مشددة حركتان بغنة. خلقناهم، الخاء والقاف من حروف استعلاء فمفخمين، لكن اللام لا نفخمه بل نرققه، نقول خلاق، القاف قلقلة صغرى. خلقناهم مما، هنا خلقناهم تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف الميم يعني إدغام شفوي. إذن رأينا حالات الميم الساكنة كلها، هنا الإدغام الشفوي وهنا الإخفاء الشفوي وهنا وفي مواضع أخرى رأيناها الإظهار الشفوي. نقول هنا إنا خلقناهم مما يعلمون، هنا ميم مشددة حركتان بغنة. يعلمون مد حركتان أو 4 و6 المد العارض للسكون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، هنا فلا يعني مد 6 حركات للمد المشبع المنفصل والقاف نقلقل وقلقل صغرى. برب الراء هنا مفخمة بالرغم أنها سبقت بكسرة، لكن هذه الكسرة ليست لاصقة بها من نفس الكلمة، إذن فالباء هنا فقط حرف جر. المشارقي الراء هنا مكسورة نرققها، وكذلك هنا في كلمة المغارب الراء مكسورة نرققها. إنا نون مشددة حركتان بغنة. إنا لقادرون، هنا كلمة لقادرون الراء سبقت بكسرة لصيقة من نفس الكلمة، إذن نرقق الراء ونمدد حركتان أو 4 أو 6 للمد العارض للسكون. على أن نبدل خيرا منهم، هنا على مد 6 حركات للمد المشبع المنفصل. هنا نون ساكنة بعدها حرف النون من حروف الإدغام، إذن إدغام بغنة مقداره حركتان. نقول أن نبدل خيرا منهم، الراء هنا سبقت بياء ساكنة إذن نرققها، ولدينا التنوين بعدها حرف من حروف إدغام وهو حرف الميم، إذن إدغام بغنة مقداره حركتان. نقول خيرا منهم وما، كذلك هنا هذه النون ساكنة بعدها حرف الهاء من حروف الإظهار، إذن إظهار النون وإظهار شفوي هنا لأن هذه الكلمة تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف الواو. نقول خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، انتبه للسين هنا لا نقول بمسبوقين، لا ننطقه كالصاد، وهنا مد حركتان أو 4 و6 للمد العارض للسكون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هنا الراء مفخمة. فذرهم يخوضوا مع إظهار شفوي، هنا تنتهي هذه الكلمة بميم ساكنة وبعدها حرف الياء. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا، لاحظوا كيف نطقت اللام، يلاقوا لم أقول يلاقوا، يلاقوا يومهم الذي، تبع المخرج حرف الذال، يوعدون، هنا كذلك مد عارض للسكون
حركة أو أربعة أو ست. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون، الراء مفخمة والجيم ننطقه بالشدة، من الأجداث، الجيم نقلقلها قلقلة صغرى، من الأجداث، وانتبه لمخرج حرف الثاء، سراء، الراء نرققها لأن سبقت بكسر من نفس الكلمة، لدينا تنوين وبعده حرف من حروف الإخفاء، وهذا الحرف هو الكاف وهو مرقق، إذن غنة الإخفاء نرققها، نقول سراء كأنهم، والغنة مقدارها حركتان، هنا النون مشددة حركتان بغنة، ومد ست حركات لمد صلة الكبرى، أقول سراء كأنهم إلى نصب يوفضون. هنا لا نقول نصب ننطق النون، بل نون فهو مرقق، نصب يوفضون، هنا تنوين بالكسر بعده يعني حرف الياء من حروف الإدغام بغنة، وحروف إدغام بغنة مجموعة في ينمو، إذن أقول نصبي يوفضون، نصبي بي يوفضون، مع مد حركة أو أربعة وست المد العرض للسكون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة الخاء من حروف استعلاء، وهي مجموعة في خص ضغط قذ، فهو حرف مفخم، لدينا تنوين بالفتح وبعده هنا الهمزة، بالرغم أن تلك الهمزة غير مرسومة لأن لدينا هنا النقل، فنقلت حركة الهمزة إلى النون الساكنة، النون الساكنة هي تلك النون الزائدة هنا، عندما نقول خاشعة تسمعون أن، يعني نون ساكنة، تلك النون لا تكتب بل تلفظ فقط، إذا تلك النون فهي ساكنة، ستنتقل إلى حركة الهمزة من هنا، حركة الهمزة هي الفتحة، ستصبح تلك النون مفتوحة، في عوض أن نقول خاشعة نقول خاشعتنا، ونمر مباشرة إلى تلك الباء هنا الساكنة ونقلقلها قلقلة صغرى، نقول خاشعة نب، خاشعة نب، والصاد مفخم والراء نفخمها، خاشعة أبصارهم، هنا إظهار شفوي، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، الراء مفخمة وهنا كذلك إظهار شفوي، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. انتبه لذلك الذي، كذلك انتبه لمخرج حرف الذال، يوعدون، نمدد حركتان أو أربعة أو ست حركات للمد العارض للسكون. إذن أرتل لكم هذه الآيات التي شرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهادتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وبهذا نكون قد أكملنا ولله الحمد تعلم تجويد سورة المعارج برواية ورش النافع. نلقاكم في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.